الإداري استنادا إلى ما جاء في ملحق محفظة مجلس الكلية في جلسته 13 المعقدة بتاريخ 27/6/2019 والمصادق عليها معتبر رئاسة جامعة الزهراء أمانة مجلس الجامعة بكتاب المرقم 662 على جيم في 17/7/2019 استنادا لصلاحيات المصورة لنا دورة تشكيل لجنة تناقش عميل رسالة الطالب الماجستير أركان الجريدة الطبية في لائحة التحفيز المنسومة توبت التريتمنت اوف هيومن ديرمات اوف فايبرسس باي نيو فورمولا اوف انفورتسين بي يوزنج اوف انيمال موديل من الدوائر المدرجة اسمهم في الإعلام. أولا الأستاذ الدكتور ماجد كارم عبود دكتوراه أركان الجريدة كريات جامعة القادسية في التربية رئيس اللجنة. الأستاذ المساعد الدكتور علي طارق الحسن بورد جلدية جامعة كربلاء في القطب عضوا. المدرس الدكتور أحمد محمد المغفر دكتور رائدية جامعة في القطب عضوا. والأستاذ الدكتور علي عبد الحسين الجنابي أحيان مشاريع الكليات جامعة كربلاء في القطب عضوا مشرفا. والاستشاري الدكتور رائي محمد ضياء مهدي اختصاص بورد جلدية دائرة صحة كربلاء مستشفى الإمام حسين عليه السلام المعين عضوا مشرفا. علمت المسار العلوم التضاوية من قبل الأستاذ الشاعر الدكتور مؤيد عمران شيار جامعة كربلاء كلية التربية العلوم الإنسانية وقومة علمية من قبل الأستاذ الدكتور إبراهيم عمد جامعة كربلاء كلية التربية العلوم قسم علوم الحياة. فليتفضل الأستاذ الدكتور علي عبد الحسين الجنابي لإعطائنا فكرة عن السيرة الذاتية للطالب. مشكور. شكرا جزيلا دكتور. طالب فلاح حسن عبيس هو من مواليد 1991 محافظة القاضي حاصل على شهادة بكالوريوس من كلية التقنية الطبية بغداد قسم التحية المعادية 2013. حاليا هو أحد منتسبي مستشفى الشوم للعام منذ 2014 ولديه كان مسؤوليات عديدة خلال وجوده في المستشفى تقريبا 5 مسؤوليات في بغداد تعتبر مختلفة.